طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا بنتكلم على المونت كارلو سيميوليشن. بناخد مسائل لحل مسائل المونت كارلو سيميوليشن باستخدام الاكسل. لحد دلوقتي كنا اتكلمنا على ازاي نستخدم مونت كارلو سيميوليشن في ان احنا نعمل بريدكشن لبروبابيلتيز معينه. فاستخدمنا او حلينا مساله الباي، وحلينا مساله ثانيه بتاعه الداي. النهارده ان شاء الله هنحاول نستخدم مونتو كارلو سيميوليشن عشان ناخد قرار، تو تيك ا ديسيجن. يعني كاننا بنستخدم المونتو كارلو سيميوليشن كاداه لاتخاذ ايه القرارات، او للمساعده في اتخاذ القرار. النهارده هنتكلم على كلاس ورك رقم 26 اللي هو بيقول مونتو كارلو سيميوليشن ميثود از ا ديسيجن ميكينج تول. المساله بتتكلم على العيد كاردز، مسائل المتعلقه ب الكروت. المسألة بتقول the purpose of this classwork is to introduce the Monte Carlo simulation technique as a powerful decision tool for systems that has randomness. للنظم اللي عندها randomness في بعض او كل الديسيجن فاريبلز اللي موجودة فيها. فزي ما انتم عارفين ان الاعياد ممكن في شركات بتطلع كارت كده ممكن تشتريه عشان تبعته لزميلك ولا لاهلك تعيد عليهم. فالكارت ده اسمه عيد سعيد مثلا بمناسبة شهر رمضان، عيد سعيد بمناسبة العيد، وهكذا، او فرصة سعيدة بمناسبة مش عارف ايه. فالكروت دي لو كانت لمناسبات خاصة زي الاعياد ولا حاجة بتبقى اكسبايرد مع الايفنت. يعني مثلا لما يكون مكتوب عيد سعيد سنة 1441، فخلاص عيد سعيد سنة 1441، لما تيجي سنة 1442 مفيش حد هيشتري الكارت بتاع 41 ده خلاص. فبالتالي يبقى الكارت ده هيبقى ايه؟ اوبسوليت. الشركه اللي انتجت هذا الكارت هتضطر انها تعمل له ايه؟ اعدام وتتخلص منه او تعمل له ريسايكلينج. طيب تعال نشوف المساله بتقول ايه بقى؟ البروبلم ستيتمنت بتقول A printing company شركه طباعه is preparing feast cards بتجهز كروت للعيد. The company conducted some market analysis regarding the expected demand for their cards and the table below summarized this data. يبقى الشركة جابت ناس بتوع إحصاء وجابت ناس بقى يجمعوا شوية بيانات ويعملوا كويستينيرز وبتاع، في النهاية خالص خلصت للديتا التالية أو للمعلومات التالية. إيه المعلومات التالية بقى؟ المعلومات التالية عبارة عن إيه؟ عبارة عن الديماند المتوقع للكروت بتاعها قد إيه؟ يعني الناس ناوية تشتري الكروت بتاعتها قد إيه؟ فالناس بتوع الإحصاء دول ادولها البيانات بهذا الشكل، لان مفيش اي حاجه حتميه. فالبيانات شكلها عامل ازاي؟ احتمال انك انتوا تبيعوا 10000 كارت 0.1، واحتمال انك تبيعوا 20000 كارت 0.35، واحتمال انك تبيعوا 40000 كارت 0.3، واحتمال تبيعوا 50000 كارت 0.15، واحتمال انكم تبيعوا 60000 كارت 0.1. يبقى الداتا دي عشان تجيبها اتدفع عليها فلوس، وناس نزلت عملت كوشنيرز وبتاع وراحت زارت الاماكن اللي هي مهتمه بانها تشتري كروت من عندك وطلعت هذه البيانات. فبيقول بقى اللي بيكمل المساله بيقول ايه؟ If the price of the feast card is expected to be 4 ريال للكارت الواحد، يبقى احنا هنبيع الكارت ب 4 ريال، وتكلفه الكارت بتكلف الشركه 1.5 ريال عشان نطبعها. يبقى الكارت عشان يطبع بيتكلف 1.5 ريال، وهنبيعه ب 4 ريال. وبعد كده بيقول لك بقى if the left over cards must be disposed. left over cards يعني الكروت اللي ما اتباعتش لازم انها تتخلص منها وتعمل لها ريسايكل for an additional cost of 0.2 ريال. اقفل المايك يا باشمهندس. for an additional cost of 0.2 ريال. يبقى لو انت كنت عايز تعمل ريسايكل للكروت بتاعتك، كل كارت هتعمله ريسايكل هيكلفك 20 هلله 0.2 ريال. بيقول لي it is required to carry out MCS Monte Carlo simulation to identify the number of cards to print by the printing company. يعني كاني دلوقتي عايز استخدم المونت كارلو سيميوليشن عشان تساعدني ان انا اخد قرار انا دلوقتي كشركه اطبع كام كارت علشان احقق افضل ربح، مع وجود ضبابيه زي ما انتم شايفين، وجود ريسك، وجود انسرتينيتي. فعندي probabilities، انا مش عارف الكروت بتاعتي دي هيتباع منها قد ايه. والله ممكن يتباع منها 10000 كارت، ممكن يتباع منها 20000، 40000، 50000، 60000، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. فهو ده المقصود من هذه المساله.
طيب تعالوا نشوف دلوقتي هنتعامل مع المساله دي ازاي. طيب تعالوا بقى نعمل ايه، هنروح دلوقتي نحاول ناخد البيانات دي ونروح على اكسل، فنحط بقى المعلومات الهامه كده. اول حاجه الكارت بتتباع بكام، هنقول السيلينج برايس. سيلينج برايس اول خطوه هنكتب الايه، الداتا اللي موجوده عندي. فتملي اول خطوه داتا انتري، سيلينج برايس كام، كان 4 ريال. بعد كده عندنا الايه، الكوست برايس يكلفني كام، الكوست برايس، الكوست برايس عندنا 1.5 ريال. بعد كده السالفج فاليو، ايه السالفج فاليو بقى، لو عايز تعمل ريسايكلينج، عايز تبيع الكارت، مش تبيعه، مش هتبيعه بقى طبعا، عايز تتخلص منه، عايز تتخلص من الكارت ده، دي بنسميها سالفج فاليو. فالسالفج فاليو الكارت الواحد 1.2 ريال. طبعا لو انت عايز تبقى صح شويه المفروض ما اقولش ريال وخلاص، اقول ريال بير كارد، صح، بير كارد، كل ده بير كارد، بير كارد. كويس، ايه كمان محتاجين نحطه، محتاجين بقى نحط البروبابيلتيز دي، فتعال نحطها كده في صوره تيبل. فعندنا حاجه هنا اسمها ديماند. ديماند يعني ايه، يعني كروت اللي ممكن الناس تشتريها منها. ديماند دي وحدات كاردز، يعني عدد ديماند. جميل، وايه الحاجات المتاحه بقى ليا، متاح لي 0 وكام، 10000 و20000. وانا ممكن بقى طالما خطوه واحده اقدر ايه ادراج كده على طول، لا مش واحده، مش واحده، مفيش 30000، في 40000 على طول، وبالتالي مش هتقدر تعملها كده على طول، في 50000، 60000، 60000. جميل، يبقى ده ايه، ده الديماند. طيب وهنا هكتب البروبابيلتيز، احتمال ان الايفنتس دي تحصل، فلو 0 احتمالها 0، لو 10000 احتمال يكون الناس محتاجه 10000 10%، ده 10000 بالظبط 0.1، و 20000 0.35. طيب ودي 0.3 0.15 دي 0.1. طبعا انا مش هتعامل مع البروبابيلتيز دي، لان دي احتمالات لايفنت محدده، انا عايز احتمالات بتاعه الاكيوميتد بروبابيلتي اللي هي التوتال بتاعها كام؟ واحد. يعني ايه؟ لو انت جمعت دول كده السميشن بتاعهم كام يا شباب؟ لازم يطلع واحد، لازم يطلع واحد. لو نجمع كده هيطلع كام؟ واحد، مكتوب اهو السم بيساوي واحد. فانا عشان كده هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها اكيوميتد بروبابيلتي. اكيوميتد بروبابيلتي اجيبها ازاي بقى؟ اقول بتساوي هنا صفر، وبعدين هنا بتساوي الرقم اللي جه هنا زائد الرقم القديم. اكيوميتد يعني تجميعي، ها؟ عارفينه اكيد. فبالتالي لما اعمل دراج كده هيوصل في النهايه كام؟ لجه ايه؟ لرقم واحد. خدت بالك؟ يبقى ركز معايا بقى، يبقى كان الرقم ده بيقول ايه؟ ان احتمال ها هبيع 20000 فاقل 0.45. احتمال ابيع 0.75 ابيع 40000 فاقل 0.75. احتمال ابيع 50000 فاقل 0.9. احتمال واضح 60000 فاقل 1. يبقى احنا حولنا دلوقتي من probability لحاجه اسمها accumulated probability، هي دي اللي انا هتعامل معاها، وهقول لكم بعد شويه انا محتاج انقل الكولوم ده من هنا لهنا ليه. فتعالى ننقله، ازاي ننقله؟ هكرره مره ثانيه، اقول لكم السبب ايه بعد شويه، فتعالوا نكرره ثاني من غير ما ننقله ولا حاجه. فاقول ده بيساوي ايه؟ بيساوي ده. كويس؟ انا كده خلصت ادخال البيانات. هي دي كل البيانات اللي هو اداها لي دلوقتي، وعملت بس تريكه صغيره، ايه هي؟ حولت البروبابيلتيز دي اسمها ديسكريت بروبابيلتيز، حولتها لاكيوميتد بروبابيلتيز. ايه بقى المطلوب دلوقتي؟ عايزين نفهم. رقم واحد، المطلوب المالك بتاع المطبعه دي او بتاع شركه الطباعه عايز يقول لك قول لي اعمل برودكشن لعدد كروت قد ايه؟ يعني انتج كام كارت؟ طب الموديل ده ايه هي الحاجه فيه الراندم؟ الحاجه فيه الراندم الديماند. واضح جدا الديماند هنا راندم، انا مش عارف قيمته بكام، فالديماند قدامه بروبابيلتي، فهو ده المدخل بتاعي، هو ده المدخل بتاعي. تعالوا نبدا نعمل خطوه خطوه كده. انا عايز ايه بالظبط؟ انا عايز البروفيت بتاعي يكون اقصى ما يمكن، صح كده؟ فبدور على انتاجي من الكروت يكون قد ايه، انتاجي من الكروت يكون قد ايه. يبقى انا عايز اعرف عدد الكروت اللي انا هعمل طباعه عليها قد ايه عشان تديني اقصى بروفيت، علما بان الدراسه دي قالت لي ان دول الديماند قدام البروبابيلتيز دي. يعني الديماند دي
احتمال انها يتم طلبها طبقا لهذه البروبابيلتي. طيب فهنعمل كده. رقم واحد، تعالوا نجيب اول حاجه، لو انا فرضت ان البرودكشن يعني هنتج عدد من الكروت قدرها برودكشن بتاع الكارت اللي بتاعي مثلا يعني 40,000 كارت، رقم متوسط. انا شفت جبت الرقم ده منين؟ انا شفت هنا صفر وهنا كام 60,000، جبت رقم في النص يعني 40,000 كارت. انا عايزك انت اللي تطلع لي احسن رقم كام، انا بحط رقم كده وخلاص الوقت ده. هو ده الديسيجن فاريبل بتاعي اللي هو ال 40,000 ده، 40,000 ولا 30,000 ولا 50,000 ولا 20,000 ولا ايه بالظبط؟ عايز رقم من دول او اي رقم تاني يعني. دي كارت، لو انا فرضت كده ان عندي 40,000 كارت او هطبع 40,000 كارت، لو انا طبعت 40,000 كارت يبقى تكلفه الطباعه هتكلفني قد ايه؟ يبقى كوست اوف برينتنج. تقدر تحسبه دلوقتي؟ اه. ازاي؟ هضرب عدد الكروت ها في تكلفه طباعه الكارت الواحد، صح ولا لا؟ يبقى اروح جاي هنا كده اقول بتساوي عدد الكروت اهو في تكلفه الكارت الواحد اهو، يبقى ده مين؟ يبقى ده تكلفه الطباعه، تكلفه الطباعه. لو انا بقى كنت عايز اعرف الديماند بتاعي قد ايه، لو انا كنت عايز اعرف النت بروفيت بتاعي قد ايه، لو عايز تجيب النت بروفيت بتاعك يبقى لازم تقول لي انت بعت قد ايه. طب انت بعت قد ايه؟ هضرب ال 40,000 في الاربعه؟ لا، لان 40,000 انت انتجتهم، بس مين قال لك ان هم اتباعوا؟ اللي اتباعوا اسمه اللي هو الديماند المطلوب. يبقى عدد الكروت المباعه دي مالكش علاقه بيها، دي راندم، انما عدد الكروت اللي انت طبعتها ده الديسيجن انت بتاخده، صح ولا لا؟ جميل. فازاي هندخل الفاريابيلتي هنا؟ بنعمل كده، بنقول ايه؟ طب ايه رايكم لو ندخل راندم نمبر، والراندم نمبر ده الرينج بتاعه من 0 ل 1 فيديني دي، فكل مره يطلع لي راندم نمبر ادخل من هنا اجيب مين؟ الديماند المناظر بتاعه. فده اللي احنا هنعمله دلوقتي. تخيلوا معايا دلوقتي، لو انا قلت لك دلوقتي هفرض الراندم نمبر نمبر بتاعي اللي هو احنا بناخده راند، واعمل ايه بقى هنا؟ وكل ما يطلع لي رقم هنا اجيب قدامه ايه؟ اروح داخل هنا كده اجيب قدامه مين؟ الديماند بتاعه قد ايه؟ خدتوا بالكم؟ يروح جاي هنا اكتب بقى ايه؟ الديماند، الديماند المناظر، الديماند المناظر. ازاي هجيب الديماند ده؟ في عده طرق، انا هديكم اسهل طريقه فيهم، عده طرق. في طريقه اسمها في لوك اب، بس الطريقه دي زي ما هتشوف دلوقتي فيها قصور معين، وفي طريقه انتربوليشن. احسن حاجه الانتربوليشن، بس دي هتاخد مننا مثلا نص ساعه عشان اشرح لكم الانتربوليشن ازاي بنعمله. فانا هشتغل بالفي لوك اب، بس اقول لكم القصور بتاعه في ايه. بص بقى الفي لوك اب بيعمل ايه، امر الفي لوك اب بيقول ايه. امر الفي لوك اب بيقول لو انت عندك داتا في صوره تيبل فيرتيكالي، لو انا اديتك البروبابيلتي هيدخل في الماتريكس اللي انت اديتها له ويجيب الكورسبوندنج فاليو في الكولوم المناظر، خلاص. يبقى هنكتب بقى امر في لوك اب مع بعض دلوقتي. يبقى بص معايا، بيساوي في لوك اب يعني فيرتيكالي لوك اب يعني فيرتيكالي بص، فيرتيكالي بص، ابص على ايه؟ فبيقول لك اول حاجه ايه هي اللوك اب فاليو؟ بص لي على القيمه دي موجوده فين في التيبل ده، بس لو لقيتها رجع لي القيمه اللي موجوده في كولوم رقم ده واحد ورقم اثنين، رقم اثنين. اخدت بالكم معايا؟ فبص بقى معايا ايه اللي حصل. انا دلوقتي قلت له القيمه كام؟ 0.09، البروبابيلتي 0.09. جميل، 0.09 يعني فين؟ ما بين 0 و 0.1، صح؟ او ما بيلاقيها قيمه بين الاثنين بياخد الادنى، فرجع لي زيرو. طب بصوا بقى معايا، هدوس اف 9 عشان يخليه يجنريت رقم ثاني. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اقترح بروبابيلتي ثانيه قضاها كام؟ 0.71. ها 0.71 بين ومين ومين؟ 0.71 بين 0.75 و 0.45، صح؟ بياخد القيمه الادنى فاداني اهي، وهكذا بقى. يبقى كل ما بغير البروبابيلتي فاليوز كل ما بيحصل ايه؟ بيجنريت ايه؟ ديماندز جديده، وهكذا بيجنريت ديماندز جديده. يبقى دي امر الايه؟ الفي لوك اب. يبقى الفي لوك اب دي القصه بتاعتها، العيب بتاعها الخطير بس ان هي بتعمل ايه؟ ما بتجيبلكش انتربوليتد فاليوز، وما بتجيب لك ايه؟ بتجيب لك القيمه الادنى. بس دي مشكله بسيطه، لو علمتك ازاي تعمل انتربوليشن خلاص هتحل المشكله دي. فبدل ما تستخدم قيمه
الفي لوك اب فانكشن هيستخدم قيمه الان انتربوليتد فانكشن. خلينا نشتغل المساله دي بالفي لوك اب فانكشن لانها اسهل وعلشان نوصل للمراد بتاعنا في النهايه. احنا اتفقنا المونت كارلو سيميوليشن ما بقدرش اعملها بفاليو واحده بس، انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اكسبيرمنتس، والاكسبيرمنتس دي اخليها تتكرر على الاقل 1000 مره. فانا عايز اعمل الكلام ده واكرره 1000 مره، عايز اعمل الكلام ده واكرره 1000 مره. بس انا مش هكرر دلوقتي 1000 مره الا لما افهم الاول الصوره العامه او الكامله قد ايه. فتعالوا بس نفهم الاول الصوره العامه او الكامله. انا دلوقتي هفرض probability، من probability هجيب الكورسبوندنج ديماند، صح كده؟ يعني دي عدد الكروت اللي هتتباع. فبدل من كلمه ديماند هكتبها عشان تكون فاهمها، دي السيل اللي هي الكارد سولد اللي اتباعت، عدد الكروت اللي اتباعت. خلاص عدد الكروت اللي اتباعت. ركز معايا بقى، انا عايز اجيب النت بروفيت. ها ازاي اجيب النت بروفيت؟ انا دلوقتي جبت الكوست بتاع البرينتنج، طيب ازاي اجيب الريفينيو العائد؟ مش انا كل كارت هبيعه ب 4 ريال صح ولا لا؟ يبقى الريفينيو بيساوي ايه؟ بيساوي ها الكروت اللي هتتباع في الكوست بتاع الكارت الواحد. بس خد بالك دي ثبتها صح ولا لا؟ جميل. كل ما ادوس اف 9 كل ما هيجنريت ايه؟ ارقام جديده. يبقى انا عندي كده كام كارت اتباعوا؟ 20000 كارت اتباعوا صح كده ولا لا؟ 20000 كارت اتباعوا. جميل. بما ان ال 20000 كارت اتباعوا يبقى ال 20000 كارت في الاربعه. بس سؤال بقى ركز معايا، لو كان السوق طالب 20000 وانت البرودكشن بتاعك كان 10000، هتبيع 20 ولا 10000؟ انت انتجت 10000 كارت والسوق محتاج 20000 كارت، انت هتبيع مين؟ انت هتبيع الاقل. يبقى لو كان السوق محتاج كتير وانت عملت قليل هتبيع القليل، لو كان السوق محتاج قليل وانت عملت كتير هتبيع القليل، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي انا عايز اقول لك كده ان ايه؟ ان الفانكشن اللي احنا عملناها هنا دي غلط. امال الفانكشن دي المفروض تعمل ايه؟ مش هضرب اللي اتباع في ده، ده اسمه الديماند، ده اسمه الديماند. انا مش عارف اللي اتباع قد ايه، اللي اتباع قد ايه هو المينيمم ما بين الديماند وبين البرودكشن، لان ممكن ان الديماند يكون مثلا 20000 والبرودكشن يكون 40000، ففي الحاله دي هتبيع كام؟ هتبيع 20000. طب ممكن يكون الديماند 60000 والبرودكشن 10000، فانت هتبيع مين دلوقتي؟ هتبيع ال 10000. فبالتالي يبقى الريفينيو هيجي ازاي؟ هيجي من المينيمم من الديماند والبرودكشن. يبقى دي مهمه دي، المينيمم ما بين الديماند والبرودكشن. يبقى جبنا الريفينيو، ايه كمان؟ احنا جبنا عايزين نجيب بقى الكوست بتاع السالفج، عدد الكروت اللي هيحصل لها اعدام قد ايه؟ لو كان ها لو كان البرودكشن اكتر من الديماند صح كده؟ هنعمل اعدام للكروت. يبقى هكتب بقى دلوقتي السالفج، سالفج كوست. لو كان البرودكشن اكتر من الديماند يبقى هبيع الفرق. يبقى هقول بتساوي البرودكشن ناقص الديماند في ها في البوينت 2 اللي هي كام هلله دول، واثبت. هيجي لي باد نيوز هنا دلوقتي. ايه الباد نيوز؟ بص معايا، طلعت هنا صفر ماشي مفيش مشاكل، بس في بعض الاحيان هتطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. نيجاتيف دي يعني ايه؟ فيها ينفع نيجاتيف؟ هنا ليه نيجاتيف؟ الديماند 40000 والبرودكشن 10000، هل هنا هتعمل اعدام لحاجه؟ يعني انت انتجت 10000 كارت ومطلوب في السوق 40000، لا ده ال 10000 اكيد هيتباعوا كلهم صح؟ يبقى بالتالي هنقول ايه؟ لازم نغير الفانكشن دي، فنقول ايه بقى؟ هاخد المينيمم ما بين الفرق ده، اسف، هاخد الماكسيمم ما بين الفرق ده والصفر. فبصوا بقى معايا، يبقى كده دلوقتي اما اعمل الاف 5 في جميع الاحوال مش ممكن تطلع السالفج فاليو ايه؟ بقيمه بالنيجاتيف. شايف تطلع بالبوزيتيف؟ اه، انما ما تطلعش بالنيجاتيف ابدا. صح ولا لا؟
يبقى امتى بيحصل سالفج فاليو؟ بيحصل سالفج فاليو اما يكون الانتاج بتاعك اكتر من احتياج الناس. لما يكون الانتاج بتاعك اكتر من احتياج الناس. يبقى تاني، يبقى انا حددت الديماند عن طريق الراندوم فاريبل. لو انا عرفت الديماند وعارف انا انتجت قد ايه، يبقى انا هقدر احسب الريفينيو، هقدر احسب السالفج فاليو، دلوقتي استطيع ان انا احسب النت بروفيت. يلا قول لي بقى النت بروفيت بيساوي ايه؟ النت بروفيت بيساوي الدخل اللي جالك ناقص الفلوس اللي دفعتها عشان للكوست بتاع البرينتنج ناقص السالفج فاليو لو كان فيه، صح ولا لا؟ هو ده النت بروفيت. والنت بروفيت ده ممكن يبقى بلس يعني فعلا بروفيت، ممكن يبقى ماينس يعني فعلا خساره، ممكن يبقى بلس او ماينس. جميل. يبقى انا كده عملت الموديل من اوله لاخره، يبقى انا فهمت القصه كده دلوقتي. يبقى القصه كده دلوقتي دي اسمها التارجت فانكشن بتاعتي يا شباب. دي التارجت فانكشن اهي اللي كنا بنعملها بالاورنج. يبقى ده الديسيجن ميكنج بتاعي، انا عايز اطبع كروت قد ايه، واخدين بالكم؟ وده النت بروفيت بتاعي بيزد على فانكشن او على ايه، ديماند بيتغير عشوائي. ديماند بيتغير، انا ما اقدرش اعتمد على الرقم ده. ليه؟ لان ما عملتلوش جنريشن عدد كبير من المرات، فانا عايز اعمل برودكشن للقصه دي كده عدد كبير من المرات، على الاقل اعمله 1000 وبعد كده هنستخدم الطريقه الثانيه عشان اغير الفاليوز بتاعتي. طيب تعالوا بقى نحاول نكرر الرقم ده، فانا عايز اكرر الراندوم فاريبل ده 1000 مره على الاقل. بس قبل ما اكرره عايزين نتاكد ان الفانكشن دي عملناها صح. هل الفانكشن دي اقدر اعمل لها دراج كده؟ بص حصل ايه؟ حصل مشكله. ليه؟ لان ما ثبتتهاش. بص معايا، الفانكشن دي ما ثبتتش الماتريكس، فلازم اثبت الماتريكس. هتثبت الماتريكس ازاي؟ تدوس اف 4 زي ما بنعمل قبل كده. خد بالك الحاجات البسيطه دي ممكن تبوظ الدنيا. طيب عايزين نجنريت 10000 راندوم نمبر. ازاي بنجنريت 1000 راندوم نمبر؟ قلناها المره اللي فاتت. بنعمل ايه؟ نقف على الراندوم نمبر اللي انت عايز تعمله جنريشن. ها، نعمل كنترول سي، عملنا له كوبي في الميموري، وبعدين نقف على السيل دي. انا عند كام دلوقتي؟ A11. عايز اعمل كام؟ 1000. يبقى اروح على A1011 ناقص 1 يبقى A1010. يبقى اكتب A1010 صح كده؟ وبعدين قلنا بنعمل ايه؟ بتدوس شيفت انتر عشان تروح هناك، وبعدين كنترول في عشان تعمل ايه؟ تعمل كوبي. واضح؟ جميل. وبعدين اروح واخد دول كلهم، بس اتاكد ان هم كلهم ايه؟ كلهم جنرال. دي جنرال ولا لا؟ الحاجات اللي بتريفير لهنا لازم تبقى جنرال. اه دي مش جنرال. بص معايا الغلطه هنا، انا بريفير المينيمم ما بين بي 11 ماشي وبي 6. بي 6 فين؟ بي 6 اللي هي دي لازم اثبتها البي 6، فادوس اف 4. لازم تراجع نفس على نفسك كده واحده واحده. طيب ودي هل دي جنرال؟ تعال نشوف عملنا ايه. باخد الماكسيمم ما بين البي 6، البي 6 دي لازم تثبت، البي 6 دي لازم تثبت، ناقص البي 11 دي مش ما تثبتش في البي اللي هي السالفج فاليو كوست ماشي. بعد كده النت بروفيت اللي هو مين؟ اللي هو دي ناقص دي لازم تثبت، اللي هي بي 7. بي 7 لازم تثبت، لازم تثبت بي 7. يبقى اف 4 ناقص دي. كده خليت كل دول جينيريك خلاص، اقدر اعمل كده دبل كليك. واضح الكلام؟ دبل كليك دلوقتي شايف الارقام بتتغير، الارقام بتتغير اهي زي ما انت شايف. بتتغير ازاي؟ كله ايه اللي محرك التغيير بتاعه؟ الراندوم فاريبل اللي انت عملته ده بيتريجر الديماند، كل شويه بيتغير الدراند لما بيتغير بايه؟ بيغير الريفينيو، بيغير السلفج كوست، بيغير النت بروفيت، كل حاجه بتتغير صح؟ جميل. طب وبعدين اجي هنا واعمل ايه بقى؟ واعمل خلاصه. ايه الخلاصه؟ اجيب الافريج نت بروفيت، الافريج، واقول له كده وجيب لي للعلم اللي تحت كلهم. قلنا بنعملها ازاي المره اللي فاتت؟ يبقى الافريج اهو لكل العمليه دي. جميل. يبقى ده الافريج بتاعي. طيب انا هشيل دي خلاص بقى. طب وبعدين؟ يعني احنا كده عملنا نص الموديل، ناقص النص الثاني بقى، الحته اللي جايه بقى الحته المهمه دي، ركز معايا فيها. الموديل ده قائم على اساس ايه؟ ان حطيت هنا رقم ستاتيك اهو صح؟ فانت حضرتك مطلوب منك تعمل ايه بقى؟ مطلوب منك ان حضرتك تفرض بقى مره 10000 ومره 15000
مره 20000، مره 25000، مره 30000، نقعد نغير كل مره ونجيب ده، صح؟ بس احنا ممكن نعمل القصه دي ايه، ممكن نعملها بشكل جنرال. بس قبل ما نعمل بشكل جنرال، تعالوا نعمل حاجه مهمه. ايه هي؟ في حاجه اسمها الوات اف اناليسيس في اكسل. ممكن اعمل القصه دي مره واحده. ازاي بقى؟ ايه رايكم؟ هحط هنا الفاليوز اللي انا عايز اختبرها للبرودكشن. فايه الفاليوز اللي انت عايز تختبرها؟ وليكن 0، وبعدين 5000، وبعدين 10000، وبعدين 15000، وهكذا. فتعالوا نجرب بقى كده. 15000 لحد وليكن ايه 60000. دي فاليوز انا عايز اختبرها. فانا عايز استخدم وات اف اناليسيس ان هو يعمل لي الكلام ده على طول. ممكن اكسل يعمله لك على طول. طيب ازاي بقى؟ اول حاجه، ايه التارجت فانكشن اللي انت بتدور عليها؟ النت بروفيت بتاعي ده، حطه جنبك هنا في نفس السيل دي، في السيل دي بالظبط اللي هي الكورنر سيل، اللي بعديها على طول بتبدا الفاليوز بتاعت مين؟ الديسيجن فاريبل اللي انت بتغيره، اللي انت عايز تغيره. فحط التارجت فانكشن بتاعتك هنا. فازاي احطها هنا؟ اقول السيل دي بتساوي التارجت فانكشن اللي هو النت بروفيت ده، ودي بالنسبه لي اللي هي مين؟ اللي هي التارجت فانكشن بتاعتي. فانا الرقم ده عايز اجيب قيمته بتتغير ازاي؟ اما مره استخدم 5000، ومره 10000، ومره 15000، ومره 20000، ومره 25000. هو الرقم ده جاي دلوقتي بناء على ايه؟ بناء على البرودكشن كام؟ 10000. انا عايز مره بقى اشوف كل الرقم ده هيتغير كل قد ايه؟ لو انا خليت البرودكشن بتاعي 5000، 10000، 15000، 20000، وهكذا. كل دول تقدر تعملها مره واحده؟ اه اقدر اعملها مره واحده. طب ازاي بنعملها؟ ده اللي احنا هنقوله الوقت، ده اللي احنا هنشوفه ايه الوقت. طب نعمل كده. بص تعمل ايه؟ بتوقف على التارجت فانكشن وتعلم على دول، او علمت على دول، وبعدين عايز تكررهم قد ايه؟ خد بالك ان الرقم اللي موجود هنا بيديني ملخص بتاع كام؟ بتاع 1000 سامبل، يعني دي اكسبيرمنت واحده ل 1000 سامبل. فانت عايز تكرر الكلام ده كام؟ احنا اتفقنا من على الاقل بنعمله 20000 مره، يعني عايز اعمله 20 مره كمان. فممكن اروح عامل كده وهكرر دول 20 مره. فاروح على ايه؟ لحد ما توصل لايه؟ ل 20 مره. كويس؟ وبعدين هتروح على ديتا، وتروح على وات اف اناليسيس، وتروح على ديتا تيبل. المتغير اللي في الرو اللي هم دول، دي اللي في الرو اللي هم دول، حط لي السورس سيل فاليو بتاعتها. الفاليوز اللي هنا دي اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي البرودكشن بتاعك، صح؟ فين السورس سيل بتاعتها؟ اللي هي دي. فاختار دي. طب هل في عندك متغير تاني في الكولوم؟ لا ما عنديش. فاختار اي سيل بره زي ما اتفقنا قبل كده، ودوس، وعمل لك جينيريشن اوتوماتيك. خلاص يبقى الشكل ده اسمه ايه؟ ده اسمه الديتا تيبل. ودول مين بقى دلوقتي؟ هم دول البرودكشنز المختلفة. أنا عملت الكلام ده سينرجي، عملتها مرة واحدة وان جو. فدي ميزة من ميزات الإكسل الخطيرة. وجاب لي مين دول بقى؟ عمل لي ال 20 كيس أو ال 20 اكسبيرمنتس. كل اكسبيرمنتس من دول جايبة الأفرج بتاع ال 1000 دول. الأفرج بتاع ال 1000 دول. يعني مثال، مثلا حد يقول لي الرقم ده معناه إيه؟ ده اسمه النت بروفيت لمين؟ لو كان البرودكشن بتاعك 30000، يعني عملت 30000 كارت، واخدين بالكم؟ ودول الاكسبيرمنتس رقم واحد، ملخص ال 1000 اكسبيرمنتس هنا، 1000 ال 1000 سامبل، ودي اكسبيرمنتس رقم اثنين، ملخص 1000 سامبل تانيين، وهكذا. طب اعمل ايه بعد كده؟ اجي هنا واجيب الافرج بتاع الافرج. الافرج بتاع الافرج. يبقى يلا نعمل بقى الكلام ده. بيساوي افرج للافرج. افرج للافرج. وبعدين تعالوا نعمل بقى القصه دي. هنا بقى اللي هيبان لك الايه؟ القصه كلها. ايه بقى؟ هترسم بقى علاقه ما بين مين؟ علاقه ما بين انتاجك، عدد هنا زيرو طبعا، نسيت اعمل دي. هتعمل ملخص انتاجك، يعني تنتج كام كارت، قدام النت بروفيت، الافرج طبعا بتاع النت بروفيت. وعشان ناخد قرار بقى، فتعالوا نسيب سطر هنا كده، اعمل انسيرت سطر، اقول لك ايه السبب في القصه دي. أنا عايز أرسم علاقة دلوقتي، المحور الأفقي عدد الكروت اللي هنتجها، والمحور الرأسي النت بروفيت. خلاص؟ فأنا عايز أعمل إيه؟ عايز آخد عدد الكروت اللي هنتجها اللي هم دول في المحور الأفقي، المحور الرأسي النت بروفيت.
فعشان ترسمهم مع بعض محتاج دي تكون الاول كسطر، اول سطر، وبعدين دي تكون السطر اللي تحتيه. فدي مش موجوده عندي، انا عندي العكس. فاعمل ايه؟ اروح جاي هنا كده وانقل الداتا بتاعت دي، عشان كده حطيت عملت انسيرت كول، عملت انسيرت كول اهو. بقى دلوقتي ايه؟ بقى دلوقتي عندي دي عدد الكروت اللي هنتجها، ودول مين النت بروفيت بتاعي. خلاص ارسمهم بقى، ناخد الاثنين دول مع بعض نرسم، وتعالى نشوف الشكل عامل ازاي. شوف الشكل بتاعنا عامل ازاي. يا سلام، ايه رايك الشكل ده؟ الشكل ده رائع. بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه ده النت بروفيت؟ بيقول لك ان افضل حاجه بالنسبه لك انك تبروديوس 20,000 كارت اهو. 20,000 كارت ده هيديك اون افريج، لو انا عملت 20,000 رن، 20,000 رن عشوائيه، متوقع ان ال 20,000 كارت هو اللي هيديك البروبابيلتي الاعلى للماكسيمم نت بروفيت. واضح يا شباب؟ يبقى احنا دلوقتي استخدمنا المونت كارلو سيميوليشن في انها نستخدمها كوسيله ان احنا ناخد قرار في كميه الانتاج اللي احنا ممكن ننتجها قد ايه. طيب تعال نشوف المساله اللي وراها. حد عنده سؤال في الجزء ده لحد دلوقتي يا شباب؟ في سؤال في المساله لحد دلوقتي؟ مفيش. طيب تعال نشوف المساله اللي وراها. المساله اللي وراها بتقول ايه؟ بتقول consider the following simply supported beam. في عندنا beam simply supported زي ما انت شايف. والبيم دي subjected to uniform load distributed. اللينس بتاع البيم 5 متر. ال W اللي هي اللود اللي هو اليونيفورملي سبورتد يونيفورملي ديستريبيوتد 10 كيلو نيوتن بير متر رن. الاي في الاي، الاي اللي هي الاويلر طبعا، موديل اوف الاستيستي، والاي اللي هو الانيرشيا، بيساوي 3 في 10 اس 4 كيلو نيوتن متر مربع. بيقول لي if the maximum deflection of the beam is given as minus 5 W L اس 4 على 384، يبقى مديك الماكسيمم ديفليكشن في الكاميرا اللي هي السمبل سبورتد دي، مديك قيمته بيساوي كام في حاله لو كان عندي ديستريبيوتد لود. It is expected to carry out Monte Carlo simulation to calculate the following. The maximum deflection والreliability for a given beam for deflection, noting that the maximum deflection is recommended not to to get worse than minus 3 milli. طيب خطوه خطوه. المساله بتقول ايه؟ المساله بتقول عندي simply supported beam. جميل. والsimply supported beam دي معرضه لdistributed load قيمته دبل. جميل. والاي اي بتاعتنا given. حلو. واللينس بتاع الكاميرا جيفن. حلو. ايه المطلوب بقى؟ بيقول لك دلوقتي الكاميرا دي بيحصل لها ديفليكشن، صح؟ الديفليكشن بيبقى في النص طبعا. ادي الديفليكشن، هرمز له بالرمز دلتا. ده الديفليكشن. الديفليكشن ده قيمته اداها لك كقيمه ثيوريتيك. فلو انت عارف الاوميجا اللي هو اللود ديستريبيوتد لود والطول بتاع الكاميرا، وعارف الاي اي، تقدر تجيب مين؟ الديفليكشن قد ايه؟ طب نحطه الديفليكشن بالنيجاتيف ليه؟ لان بيتقاس من تحت لتحت، فعشان كده بنحطه بالنيجاتيف. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك اعمل لي مونت كارلو سيميوليشن علشان تكالكوليت الماكسيموم ديفليكشن. ايه المشكله؟ هنكسر الديفليكشن خلاص، عايز اجيب ماكسيموم ديفليكشن، يبقى اجيب الماكسيموم لود وحط اقل حاجه للاي اي وخلاص، لان دي في البسط ودي في المقام، وخلصنا على كده. القصه مش كده بقى. ليه؟ لان القصه عشوائيه. بمعنى قال لي خد بالك بقى، اللود اللي بتتعرض عليه الكاميرا ده بيتغير، وكمان الاي اي بتاعت الكاميرا بتتغير. يعني الاي اي بتتغير؟ واحد يقول لي ازاي الاي اي بتتغير؟ يعني ممكن يكون عندك كاميرات كتيره الاي اي بتاعتها مختلفه، ممكن يكون ده مصنع والمصنع ده بينتج كاميرات، والكاميرات طبعا ما بيبقوش بالظبط ايدنتيكال لبعض، فالاي اي بتاعتهم بتختلف. فهو اداك بقى الستاتستيكال ديستريبيوشن للاوميجا، والستاتستيكال ديستريبيوشن لمين؟ للاي اي. تعال نشوف في جدول هنا جميل، معطى اهو، معطى لمين؟ للتو فاريبلز، الاي اي والدبليو او الاوميجا. فاداك ايه بقى؟ اداك ان الديستريبيوشن بتاع الاي اي خده نورمال، نورمال ديستريبيوشن، خد بالك نورمال مش يونيفورم. واداك الاوميجا او الدبليو برضه الديستريبيوشن بتاعها ايه؟ بتاعها يونيفورم، نورمال، نورمال مش يونيفورم. طب لو اداني نورمال يبقى لازم يديني حاجتين، يديني الميو
ولازم يديني السيجما الميو اللي هي الافريج فاليو، ولازم يديني السيجما اللي هي الستاندرد ديفيشن. هو اداك فعلا السيجما اهي، سيجما للاي اي والسيجما للدبليو، واداك كمان الميو. فين الميو؟ الميو اهي، اداك الميو القيمه الدبليو اللي اديها لك في الاول دي هي الافريج طبعا، والقيمه الاي اي اللي اديها لك في الاول هي الافريج. يبقى دي اعتبرهم الميو، ودول الجدول دول يديني مين؟ يديني السيجما. فبالتالي اقدر احل المساله. المساله دي ظريفه جدا وايه وسهله قوي. في عندنا مشكله فيها. ايه المشكله؟ مشكله ان قال لي الديستريبيوشن بتاعي ايه؟ نورمال مش يونيفورم. يبقى بالتالي مؤقتا كده، انا لحد دلوقتي ما قلتلكوش ازاي استخدم راند في حاله لو كان الديستريبيوشن مش يونيفورم. فراند مؤقتا كده حضرتك مش هتعرف تستخدمها. فبالتالي يبقى لازم استخدم بقى طريقه الايه؟ الديتا، واعمل جنريشن راندوم فاريبلز باستخدام الايه؟ الديتا. تعالوا ناخد البيانات دي كده، هنعمل برنت سكرين بسرعه ونروح على اكسل نحاول نحل المساله دي. طيب اول حاجه تعملها لو انت فاتح اكسل لو سمحت اقفله خالص، سايب طبعا وقفل، انا مش هسيب طبعا لان عندي الفايل اوريدي. اوعى تكون فاتح فايل والفايل ده عملت فيه راندوم فاريبلز وبالارقام الكبيره، احنا عاملين 20000 ران لحد دلوقتي، 20000 فاليو، وتروح فاتح فايل ثانيه وعايز تعمل فيها راندوم، يبقى انت كده هتخلي الايه البرنامج يكراش 100% يعني. الا لو عندك الجهاز بتاعك ايه السبيكس بتاعته عالي. فزي ما انت شفت كده انا عملت ايه؟ قفلت الايه الشيت اللي قبل كده. طيب تعالوا نعمل بيست للمساله بتاعتنا ونعمل لها ريسايزنج. عملنا لها ريسايزنج اهي. تعال نحط بقى ايه الفاليوز اللي موجوده عندي. فاول حاجه في فاليوز ثابته زي اللينس كده نحطها. اللينس عندي كام؟ اللينس عندي 5 متر. بعد كده الديفليكشن اللي هو اتكلم عليه اللي هو كام؟ قال لي ماينس 3. ماينس 3 ايه دي؟ ملي. ايه المطلوب بقى؟ المطلوب ان انا عايز اجيب الاتي، عايز اجيب فاليوز للدبليو وفاليوز للاي اي، ودي راندوم ودي راندوم، والديستريبيوشن بتاع دي يونيفورم ودي يونيفورم. طب لو انا عرفت اجيب الدبليو والاي اي اقدر ادخل في معادله الديفليكشن، ها بالدبليو الراندوم والاي اي الراندوم، واجيب الايه الديفليكشن اللي هيطلع كمان هو راندوم، اللي هيطلع ايه هو كمان راندوم. فتعالوا نعمل بقى القصه دي. انا مش هعرف استخدم راندوم فانكشن خلاص، مش عارف استخدم راندوم لان ما قلتلكمش ازاي تستخدموها في حاله النورمال ديستريبيوشن. ممكن مره جايه نبقى نقول ازاي نستخدمها. فبالتالي هعمل ايه؟ هجنريت بقى باستخدام الديتا. في حاجه اسمها داتا اناليسيس، فاكرين؟ قلنا دي الطريقه اللي هي رقم 2 اللي هي عمل جنريشن للراندوم فاريبلز. لو عايز تسلكت ايه ديستريبيوشن معين من ضمنهم اليونيفورم، روح على داتا اناليسيس وافتح الداتا اناليسيس بتاعتك ودور على ايه؟ random number generation، قول له اوكي. وبعدين انت عايز تجنريت ايه؟ عايز اجنريت كام فاريبل؟ اثنين بس. خد بالك خصائص ده غير خصائص ده، يبقى هتجنريت واحد واحد، مش هتعمل جنريشن ولا مره واحده، واحد واحد. يبقى اقول اول واحد اهو واحد. طيب عايز تجنريته كام مره؟ عايز تجنريته كام مره؟ لو انت بصيت في الكلاس وورك بتاعنا هو هيكون كان مكتوب في المساله عايزين 10000 سامبل، فاحنا هنجنريت 10000 سامبل، هنكتب 10000 سامبل. طيب الديستريبيوشن بتاعنا ايه؟ يونيفورم ولا نورمال؟ نورمال، قال لي نورمال ديستريبيوشن. فطالب مني المين والستاندرد ديفيشن. طيب المين بكام؟ انا بتكلم على الدبليو دلوقتي. دبليو المين بتاعها هو 10 كيلو نيوتن. طب والستاندرد ديفيشن؟ ستاندرد ديفيشن بتاعها 1000 نيوتن. خد بالك يبقى لازم كلهم يكونوا بنفس اليونتس. يبقى 10 كيلو نيوتن دي حولها لنيوتن، يبقى 10 في 1000 هتبقى بكام؟ ب 10000. يبقى المين هنا 10000، يبقى هكتب هنا 10000. ليه؟ لانها كانت 10 كيلو نيوتن على المتر، حوله من كيلو نيوتن لنيوتن، يبقى 10000 نيوتن على متر. ده المين، ده المتوسط او القيمه اللي متوسطه. الستاندرد ديفيشن بقى الانحراف المعياري قيمته بكام؟ لو انت بصيت هنا كده قيمته 1000 نيوتن، 1000 نيوتن على المتر، يبقى هكتب 1000 نيوتن. طيب عايز تحط البيانات الداتا بتاعتك فين؟ الاوتبوت رينج، علم عليها واختار هنا
وقول له تحطها لي هنا عشان يحطها لك تحتيها بالظبط، فهيجنريت هنا 10,000 واحده تحتيهم بالظبط كده. جميل، نقول له اوكي. بص بقى هيستنى شويه ويجنريت اهو، شوف عمل جنريشن اهو بالايه، بالخصائص الاستاتستكس اللي انت قلت عليه، المين والستاندرد ديفيشن. هنعمل نكرر الكلام ده هنا برضو تاني. فالموضوع ايه، ظريف جدا وبسيط قوي. روح على ديتا تاني، ديتا اناليسز وايه راندوم جنريشن. ها عايز اجنريت ايه، واحد 10,000 مره نورمال ولا يونيفورم ولا ايه نورمال. ايه المين، المين بتاعي اهو 3 في 10 اس 4 كيلو نيوتن، برضو هنا بالكيلو نيوتن وهنا بنيوتن، عايز اضايقك يعني، كيلو نيوتن حوله لنيوتن، يبقى 3 في 10 اس 7 بدل 10 اس 4. نكتبها ازاي دي؟ نكتبها كده، يبقى المين هيطلع 3 اي بلس 0.7، 3 في 10 اس 7، 10 اس 7 تتكتب ساينتفكالي اي بلس 0 كذا. ده بالنسبه للمين. بالنسبه للستاندرد ديفيشن، ستاندرد ديفيشن عندك اهي 1 في 10 اس 5 نيوتن، يبقى اكتبها 1 اي بلس 0.5 نيوتن. ده بالنيوتن وده بالنيوتن، خد بالك من اليونتس، لازم يبقى اليونتس تبقى واحده. طب الاوتبوت رينج، الاوتبوت رينج فين؟ خد بالك هيحطها لك على القديمه. اصحى كده اشوف، انا هحطها لك على القديمه، اقول له لا انا عايز دي، انا عايز دي، واقول له اوكي. فعمل لك جنريشن. ايه ده، ده ارقام واحده ايه؟ لا الارقام مش واحده ولا حاجه. تعمل ازاي؟ بص لو انت عملت بقى كده، زودت شويه كده، هتعرف ان الارقام مش واحده. شايف الارقام مش واحده ولا حاجه، بس هو السايز اللي انت عملته ده المهم يعني. نحسب بقى الديفليكشن، يلا نحسب الديفليكشن. القانون هو معطى، قانون معطى بتاعك اهو، طول بيساوي ماينس 5 في ال W، فين ال W؟ ادي ال W، في ال L، فين ال L؟ ال L اهي بس ثبتها، يبقى اف 5 اف 4 ال كام؟ اس 4، اقفل القوس على، افتح قوس في المقام بقى، عندك 3 8 4 في ال E I، ال E I. جميل، واقفل الايه القوس، واقفل القوس. ماشي يا شباب، الارقام دي طبعا طالعه بالايه، طالعه بالمتر، بس هو هنا الديفليكشن هقيمه بالملي، فاحسن نعمل ايه، نروح ضاربين دي في 1000، فتيجي هنا تضرب دي في 1000 عشان احولها من متر للملي. وبعدين تعالى بقى معايا، عايزين نعد عدد المرات اللي تجاوزت 3 ملي، يبقى هنستخدم ايه، كاونت اف، امر اسمه كاونت اف. يبقى اقول بيساوي كاونت اف عدد المرات، يبقى اعمل كده اند داون. ماشي، يبقى كاونت اف اهو، كاونت اف ايه بقى، الرقم ده يكون اصغر من او يساوي، لا اصغر من، بس اصغر من ناقص 3. ايه الرقم اللي طلع ده اصغر من ناقص 3؟ يعني ايه؟ يعني ناقص 4، يعني اسوأ ولا احسن؟ يعني اسوأ. يعني كم مره الديفليكشن زاد عن 3، خليها كابسولوت فاليو بقى، زاد عن 3 مللي، يعني اسوأ اكتر من 3 مللي، 1459 مره، من كم مره؟ من 10,000 مره. يبقى اقدر احسب بقى دلوقتي الريلايبيلتي. يبقى الريلايبيلتي بتاعتي بتساوي ايه؟ بيساوي الاول احسب لي دي، الاستاذ ده على ال 10,000، يعني ايه؟ يعني ديفليكشن بتاع بتاعت الكاميرا دي تجاوز الحد المسموح به 14.5%، صح؟ يبقى الريلايبيلتي بتاعته كام؟ 1 ناقص الرقم ده، يعني عدد المرات اللي لم يتجاوز فيها اللي هي الرقم بيساوي 10,000 ناقص الرقم ده على ال 10,000، يعني يديني 85%، يعني 85% الديفليكشن لم يتجاوز ال 3 مللي، ولكن 14.5% الديفليكشن تجاوز الايه 3 مللي. يبقى كده بقدر اعرف الريلايبيليتي، بقدر اعرف الريلايبيليتي، واقدر بقى استخدم نفس البروتوكول ان انا اقدر اخد قرار ممكن اغير في الديزاين بتاعي وهكذا. يبقى دي طريقه المونت كارلو سيميليشن، وان شاء الله نكمل المره القادمه.